برحب بيكم مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بيك دكتور أشرف أهلا بيك في حلقة بيك. جديدة برحب بيك أخويا بيتر وكمان برحب بكل الإخوة المشاهدين في كل مكان وبالأخص في بلادنا العربية والأقباط واحتفالهم بالعيد الميلاد المجيد الرب يبارك هذه السنة لمجد اسمه في حياتكم أمين م. وأنا كمان بهني كل المسيحيين في كل مكان في العالم باعياد الكريسماس سواء اللي عيد 25 او سواء اللي عيد 7 يناير مش مهم اليوم المهم يكون الميلاد تحقق في حياتنا مش مهم الزمن الناس بتختلف في الارقام وفي امتى في شتاء ولا صيف يوم ايه بالظبط بس الاهم هو ميلاده في قلوبنا فاتمنى عام جديد لكل أمين. العالم كله يكون في سلام ويكون في طمانينه مع في المسيح يسوع امين النهارده عندنا موضوع حلو جدا موضوع مهم جدا اللي بيحب يقعد قدام كلمه ربنا ويبحث ما وراءها ويدور في النص وجنه امتى وكنيسه استلمته امتى وتحط امتى في الطبع بين ايدينا امتى ويفضل يرجع 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 لحد لما يعرف ان في حاجه اسمها مخطوطات قديمة هي دي المصدر أو هو ده اللي السورس جاز التعبير أو هو ده اللي بناخد منه أو الكنيسة طبعت منه واستلمت من المخطوطات دي كل نص بين إيدينا فهل المخطوطات الأساسية بتاعة العهد القديم النهاردة بنتكلم بخصوص العهد القديم والحلقات اللي جاية هيكون في كلام بخصوص العهد الجديد فهل المخطوطة الأساسية اللي منها تم طباعة الكتاب المقدس العهد القديم اللي بين إيدينا حقيقية بالفعل وهل هي حرفت هل حد لعب فيها هل حد دخل عليها حاجه او حذف منها حاجه وازاي استلمناها من جيل الى جيل الى جيل عبر كل احنا بنتكلم تقريبا في آلاف سنه او ما اعرفش الاساس دكتور اشرف هيوضح الارقام يعني طبعا لكن تعالوا نشوف 4000 سنة. سنه او يعني 3000 ونص 3000 ونص <applause> يعني رقم <تسكة> نتكلم من اول اول موسى يعني من اول موسى يعني عشان نعتبر ان مثلا تاريخ الكتابه هو <ملي tiếng Penny> موسى يبقى 1446 قبل الميلاد آه. ضيف عليها ال 2000 سنه الثانيين وقت طويل جدا هنعرف وموا. ازاي تدرج استلام المكتوب ده باللي بين ايدينا من جيل لجيل وهنغوص في تفاصيل مهمه ادعوك عزيزي المشاهد انك تركز معانا النهارده وتكون بتكتب لو حابب او تتواصل معانا باي شكل يعجبك لكن هذا الموضوع شيق جدا وهيعجبك انك هتكون ملم وتكون عندك اجابات في اوقات بنتسال فيها كتير النص م. اللي بين ايدك ده مش صح م. مش كده برضو يا دكتور يعني. اشرف هو طبعا السؤال الاساسي هو كيف وصل الينا الكتاب المقدس ازاي اتنقل من جيل لجيل يعني ده يعني نقله النص او أو نسخ النص من من جيل لجيل إزاي تم؟ وهل هناك مضامين أشياء معينة تضمن إنه النسخة اللي اتعملت هي نسخة طبق الأصل اللي قبلها. من النسخة اللي قبلها, اللي قبلها والنسخة اللي قبلها والنسخة اللي قبلها والنسخة اللي قبلها ولا مع الوقت تم التحريف و... و... وعندنا شكوك في النص الكتاب؟ خلونا نشوف فيديو لأنه في سؤال دوان بيسألوا أحد الشيوخ وبعدين نكمل مع بعض طيب لو قابلنا أي عالم من علماء الكتاب المقدس وسألناه كيف وصل إليكم هذا النص هذا الكتاب كيف وصل إليكم هل هناك ألوف أو آحاد حفظوه يقول لك لا هذا الكتاب لم يحفظه أحد على مر التاريخ ولا حفظت صفحة من صفحاته على مر التاريخ وإذا بدكم حاولوا تحفظوه حاولوا تحفظوا يا اخوان القرآن انما حفظ ليش؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من متعظ؟ هل من عاقل يفكر في هذا الموضوع؟ يا اخوان العجيب انك تجد اناس لا يعرفون العربيه كلمه عربي ما ينطق ويحفظ القرآن مره كنت في محاضره في اوغندا فجاءنا طلاب من معهد أبي بن كعب لتدريس القرآن الكريم فجلسوا معنا يسمعوا المحاضرة فظننتم أنا فاهمين عربي خاصة أنه أحدهم قرأ قرآن يا أخي سبحان الله ما تقول إلا من أنه من وسط بلاد العرب فأثناء المحاضرة حبيت أبسط لهذا حافظ القرآن فسألت سؤال وإذا الرجل لا يفقه في العربية ولا كلمة كيف حفظ القرآن كيف حفظ القرآن يا اخوان اللي ما يعرف الان ايطالي حاول يحفظ صفحه ايطالي عمره ما يستطيع كيف حفظ هذا وامثاله القران هؤلاء قله ام كثر في تركيا يوجد عشرات الالوف من الطلاب لا يعرفون العربيه ويحفظون القران وفي غيرها كثير طيب كيف وصل الينا الكتاب المقدس لا احد يدعي ان احد حفظ الكتاب لكن وصل الينا الكتاب المقدس عبر آلاف المخطوطات أيها المسلمون هل يوجد كتاب على وجه الدنيا حملته آلاف المخطوطات كالكتاب المقدس إن الإلياذة والرماية وال... كلها لم تحفظ إلا بأقل من الكتاب المقدس الكتاب المقدس لا يوجد مثله في عدد المخطوطات التي كتب فيها هل هذا صحيح؟ نعم صحيح ويستحق هؤلاء التصديق طيب تميل. السؤال اللي طرحه الدكتور منقذ سقار في في الفيديو ده بيقول لك ازاي وصل الينا كتاب المقدس طبعا بيقارن ما بين الحفظ القران وانه ازاي اتحفظ واتنقل وما بين انه ما حدش حفظ الكتاب المقدس اول حاجه في تعليقي على الفيديو ده عندي كم نقطه اول حاجه انه الوسيله الوحيده للتعلم قديما كانت الحفظ كويس يعني يعني حتى ربنا لما اوصى شعبه قال له انه رددها في قلبك لا تبرح من امامك وعندما تقوم وعندما تجلس عندما تاكل وعندما تجلس اللهك. مع اولادك انه تلهك فيها م. نهارا وليلا م. ففكره وجود نص معايا واقعد اقرا فيه ما كانتش الفكره القديمه لانه ما كانش حد بيمتلك النص إلا قليلين جدا مم. كويس ففكرة الحفظ هي اللي كانت سيدة. سائدة باستمرار مم. وحتى التعليم وكل حاجة كانت بتتنقل عن طريق الحفظ مم. الحاجة الثانية أيهما أكثر ضمانا الحفظ ام الكتابة طبعا الكتابة الكتابة طبعاً. انت لما تكتب نص النص اصدق من الحفظ لأنه مهما كانت ذاكرتك تخونك يعني ده معروف فالذاكرة تخون فلا هو اللي بيفتخر بالحفظ على اساس انه يعني حفظ القران وما حفظش النص كتابي، احنا عندنا النص كتابي سجل اتكتب اتحفظ، ولما اجي انقل انا من نص كتابي كويس نسبه الصح اكبر بكتير من ان انا اكتب المحفوظ في دماغي. الحاجه الثالثه اه الاف الناس حب بتحفظ القران ومش بتفهم عربي. لو انا السؤال بتاعي هي اساسا بتفهم القران؟ <تصفيق> <تصفيق> يعني يعني واحد واحد اساسا ما بيفهمش عربي وحفظته ما انا ممكن احفظ اغاني والحان كويس هندي. بلغات تانية هنديه أوه. وانا ما اعرفش هندي تقول لي معناها ايه يقول لك انا ما اعرفش من التكرار يعني من التكرار أوه. فالنغمه النغمه وطريقه وال، وال، الحفظ آه، آه، المهم انك تفهم الكتاب بيكلمنا على الفهم وليس على الحفظ والنص لما يكتب اكثر ضمانا من النص انه يحفظ اجي حاجة مهمه قوي بقى ازاي يتنقل النص الكتابي وده ده الموضوع بتاعنا المهم احنا كلنا بنؤمن انه هناك الوحي وكلمنا يمكن عن الوحي وقلنا الوحي اللفظي الى اخره وكلمنا عن الوحي بتفاصيله المختلفه في حلقات سابقه قبل كده انه الوحي هو انه ان الكاتب الـ الانسان النبي اقول النبي آآ الله بيعلن له الله بيعلن له في رؤى في احلام بكلام مباشر انه يكتب م. فبيكتب فالنبي بيقعد يكتب لما بيكتب عندي الروح القدس بيضمن ان النص دوّن اللي هو مكتوب نص مقدس يعني يعني الرب قال لموسى اكتب هذا في كتاب كويس فلما موسى قعد يكتب الروح القدس ايضا ضمن انه النص اللي يكتبه موسى هو نفس الكلمات اللي ربنا ايه؟ قالها له فخرج من عندي نص مقدس. مقدس. النص المقدس دون بعد جيل اثنين ثلاثه محتاج اعمل منه نسخه م. او محتاج اعمل منه نسخه الأشخاص فبيجي هنا دور الناسخ. كويس؟ دور الناسخ الناسخ بينسخ نسخه من النص من النص المقدس. بينتجلي نسخة. اللي معروف زمان ودي عندنا احنا مشكلة كبيرة النهاردة يمكن آه في في نقاشنا حتى للمخطوطات القديمة. في الفكر القديم آه الجديد هو له قيمة عن القديم، يعني م. يعني النهاردة مثلا أنا لو مسكت كتاب آه كتبه مثلا آه هقول جورج واشنطن، م. كويس؟ كتبه بإيده وكاتب مخطوطات بإيده. المخطوطات دي تحفظ في أماكن و... وممكن تب... تباع بملايين الدولارات وتعتبر وثائق تاريخيه كويس؟ كان زمان كان زمان واثريه, واثرية كان زمان لما ينسخ نسخه لان النص الاساسي اللي هو دون كويس اللي كتبه النبي من كتر الاستخدام يمكن كتب على ورق بردي من كتر الاستخدام بتلاقي بعد فتره الالوان وال... والحبر آه يمكن ما بقاش نفس الجوده بيتهالك النص ومع الطقس والظروف الطقسية الحر والبرد والرطوبة عوامل الزمن عندكش كلها عوامل الزمن بتلاقي النص نفسه قرب انه يبقى متهالك وده طبيعي وده طبيعي جدا فبيبدا ينسخ نسخة ولان النص دون فيه اسم الله وفي اشياء مقدسه فما كانش بيسيبوه كانوا بيتخلصوا منه يعني ممكن يحرق كان ممكن, ممكن آآ آآ يعني يعني النص لانه في اسم الله ما ينفعش يروحوا سايبينه كده كان لازم انه دي يعني ادي مثل بسيط يعني يوضح مثلا يعني زي مثلا واحد كاتب في كراسه قديمه في البيت عنده شويه نوتس كده مهمين بقالهم 10 سنين والخلاص الورق اصفر بتاع الكراسه وبقى هي خلاص هيترمي فبينقل في مجلد جديد كل اللي موجود علشان يحتفظ بيه علشان ده, ده اللي حضرتك تقصده. اوكي. آه. فالنقطه اللي انا عايز اقولها انه في العالم القديم م. الجديد هو الذي له قيمه. اه لما تكتب نسخه جديده واو م. يعني الناس ايه الجمال ده والنسخه القديمه اللي فيها اسم الله ما كانتش تحط لا كان في متاحف ولا كان في دي كانت لانه نسخه طيب. مقدسه كانوا بيتخلصوا منها يا يعني اما كانت تحرك لانه فيها اسم الله فممنوع انه حد ياخدها ويدوس عليها ولا يسيء استخدامها فكانت النسخ المقدسه دي بي بيتم التخلص منها بصوره او باخرى. مرحله النقل ما بين دي ودي اه كان كان في امانه في نقلها اوكي و... بالظبط ده آه. ده ده النقطه وممكن نتكلم عن لانه في في خطوات معينه م. هم حطوا مبادئ معينه تمام. مش اي حد كان ينسخ كويس آه. يعني يعني مفيش حد كده تطلع في دماغه النهارده انه هجيب ورق بردي ولا هجيب جلود معيش واعمل سكرول وهقعد انسخ لا دو دول ناس كانوا متخصصين علماء م. يعني انا يعني علماء في في في, في, في النص نفسه م. وفي مواصفات معينه و و يعني زي النهارده ما ينفعش مثلا عالم فيزيكس آه آه يعني آه 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 انه أو انه مثلا, مثلًا صناع الدستور ي... أو آه 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 لازم يبقوا مجلس الشعب ولازم يبقوا قانوني آه ولازم يبقى شخص لجنه تشريعيه دل... معينه ضليع دل... بالقانون كل الحاجات دي فكانوا مم مم طبقه من الطبقات ال... الاعلى في المجتمع طبعا النقطه المهمه لما بيجي الـ 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 الروح القدس على النبي او على الكاتب الاصلي آه. هناك سلطان وسياده من الروح القدس على الكاتب تمام كويس لكن لما اجي انا انا النهارده كناسخ كويس آه الناسخ وهو بينسخ ممكن يغلط في بعض الاخطاء يغلط قص يعني ولا لا يعني يعني عنها بعض اخطاء النسخ وانا اتحدى اتحدى اي شخص ياخد مثلا عشر اصحاحات من سفر التكوين ويحاول ينسخهم يكتبهم يعني يكتبهم م. ويشوف الى اي مدى انه ممكن ممكن يغلط في كلمه او ممكن حتى يسيب حرف من الحروف لانه في وانت بتكتب يعني محتاجه تركيز دقيق جدا طبعاً, طبعاً. ممكن حرفين متشابهين ممكن كلمتين متشابهين لازم يعني في اشياء حاجة. فهنتكلم عن الجزء ده لكن عايز اقوله ان النص بيصلنا بيصلنا عن طريق الشكل ده تمام. لما اجي بقى لجزء اخر مهم جدا هل بقى وده السؤال مهم هل النص الكتابي بدا له تاريخ له تاريخ بدايه يعني هل هل في في كتابه النص هناك تاريخ لكتابة النص ولا النص ده جه في وقت من الأوقات زي ما هنشوف برضو في فيديوهات بعد كده جه في وقت من الاوقات عزر راح كاتب النص المقدس وقال لهم ده نص مقدس. ففي خمس 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 مراحل خمس فترات زمنيه هنتكلم عنها ازاي النص اتنقل من من جيل الى جيل او من فتره الى الى فتره. هنتكلم عن فتره ما قبل السبي. فتره ما قبل السبي هي الفتره اللي بتبدا من عند موسى كويس من عند موسى و احنا كنا بنؤمن وبنؤمن ان الخروج تم 1447 قبل الميلاد فهل هناك ما يقول وما يضمن وما يؤكد ان هناك كان نص مقدس موجود قبل فتره السبي قبل دمار اورشليم ولا لا؟ كويس؟ وبعد كده نيجي بعد ايه فتره السب وما حتى سنه 2200 قبل الميلاد م. يعني ان كان السب سنه 586 فانا برجع الى سنه 200 قبل الميلاد وبعدين باجي على فتره اخرى وهي بتغطي بقى من 200 قبل الميلاد الى 200 ميلاديه او 20 قبل الميلاد الى 200 ميلاديه وباجي الى فتره اخرى من 100 الى 500 وباجي من فتره من 500 الى 900 ميلاديه م. كويس فالفترات دي كلها فيها تناقل النص بنسميها ذا transmission اوف the text يعني ازاي النص اتنقل من 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 مخطوطه لمخطوطه من مخطوطه لمخطوطه من مخطوطه لمخطوطه على مر الازمنه آه. والعصور تمام. ناخد اول فتره وهي فتره ما قبل, قبل السبيل السبيل. البابلي. هل هناك ما يؤكد لي ان قبل السبي البابلي كانت توجد نصوص مقدسه النصوص للتوراه ونصوص ايضا لكتب الانبياء ولا لا؟ ده سؤال مهم كويس؟ <applause> آه فاذا اذا اذا كانت هناك نصوص موجوده قبل فتره السبي ده هياكد لي حاجه ثانيه انا عايز اقولها فيما بعد بعد فتره السبي فلما اجي الى فتره ما قبل السبي كويس؟ <applause> النصوص المكتوبه ما قبل السبي أول حاجة في نص عندي في تسنية 31 م. بيقول لي إيه؟ بيقول لي عندما أكمل موسى كتابة هذه التوراة يبقى موسى أكمل إيه؟ التوراة م. وكلمة التوراة في الكتاب المقدس لا تشير إلى سفر التثنية لكن تشير إلى التوراة الخمس كتب بتوع موسى اللي هما واحدة واحدة م. عندما أكمل موسى كتابة كلمات هذه التوراة في كتاب إلى تمامها، كويس؟ أمر موسى اللويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهداً عليكم. يبقى موسى لما أكمل كتابة التوراة عمل فيها إيه؟ أداها لللويين وقال لهم حطوا النسخة دي فين؟ في تابوت عهد الرب والنسخة دي أيضاً شاهدة واحده من الشهود اللي بتشهد على معاملات الله وتاريخ معاملات الله وايضا الناموس والشريعه اللي ربنا اداها لشعبه فانا عندي قبل السبي وانا بتكلم هنا عن قبل السبي بحوالي هقول يعني سنين قليله الف سنه قبل السبي م. كويس م. يعني لو طرحنا 1447 من 586 قبل الميلاد يبقى انا عندي حوالي آه, آه, 960, 960 سنه طب هل في في وستين 960 سنه دول ظل الكتاب جنب التابوت بدون okay. اي ده, ده سؤال مهم جدا آه. نيجي للنقطه الثانيه آه, واحده من الشرائع المهمه جدا في شريعه العهد القديم انه اه التوراه هو التوراه مركزيه م. مركزيه التوراه مركزيه النص الكتابي اللي موحى بيه من الله، اللي بيحتوي آه على التكوين والخروج واللويين وعدد التسنيه. اه. كويس؟ المركزيه بتاعة التوراه دي آه لانها مهمه جدا لحياه الناس ولحياه شعب الرب ولقداستهم ولمعاملاتهم اليوميه وللطقس وللعباده ولكل الاشياء لانها مهمه جدا. كان لابد لابد انه ينسخ نسخه منها وتعطى لكل ملك يجلس على كرسي اسرائيل لكل شخص هيقود الشعب وهيصير قائد للشعب لابد انه يبقى عنده نسخه من سفر الشريعه كدستور كدستور آه. يعني انا النهارده لما اجي احكم مثلا تعينت ملك على مصر ولا ولا رئيس لمصر ولا الرئيس الأمريكي اهم نص عندي بيحكمني في كل معاملاتي هو الدستور مم. كويس أي دولة واذا تعديت الدستور احاكم طبعا فهناك دستور لشعب ربنا موجود في التوراه وعشان كده امر الرب شعبه انه لما يجي قائد ليكم لما يجي ملك على اسرائيل مم. لابد انك تنسخ نسخه وتعطيها له لكي ما يحكم بها هنشوف داون يقول له ايه في سفر التثنية أصحاح 17 م. وعندما يجلس على كرسي مملكته يتكلم عن أي ملك أوه. يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنة كويس فتكون معه يبقى هتكون معاه أوه. يقرأ فيها كل أيام حياته م. مش مش بس إنه إيه يعني هيحطها زينة أوه. يعني مش هيحطها زينة في م. باترينا ويتبرك بيها كل يوم الصبح ويحط ايده عليها وكده لا ده يقرا فيها كل ايام حياته لكي يتعلم ان يتقي الرب يبقى مش بس انه يقود الشعب لا ده قبل كده دي اللي هتخليه يتقي يخاف الرب الهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعه وهذه الفرائض ليعمل بها لئلا يرتفع قلبه على اخوته ولئلا يحيد عن الوصيه يمينا او شمالا لكي يُطِيرِ الايام على مملكته هو وبنوه في وسط اسرائيل يبقى دي وصيه الهيه اساسيه بتقول لي ازاي كان النص بيتنقل م. كويس من 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 وجوده في تابوت العهد الى وجوده في قصور الملوك والمسؤولين نسخ نسخ يعني دي نسخ من ال... من المصدر بالظبط اللي هو جنب تابوت العهد اللي هو جنب تابوت العهد مش كل واحد بياخد المصدر يحكم بيه بالظبط آه. يعني ياخد آه. يعمل نسخه لنفسه يو... آه. تنسخ انك تكتبها آه. كويس تكتب نسخه للملك م. وتعطى للملك لكي ما يحكم بها وده ده, ده ده دي دي وصيه مهمه عشان كده حتى يشوع لما جاء بعد موسى ها موسى لما كان بيدي له نصايح في سفر يشوع واصحاح واحد بيقول له لا يبرح سفر هذا الشريعه من فمك. صح؟ يعني ده 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 دي الوصيه الاساسيه. ان كنت عايز تنجح وان كنت عايز تنجح في قيادتك لشعب ربنا وفي دورك الروحي وفي دورك ايضا السياسي وفي دورك الاجتماعي ان كنت عايز تنجح كرجل لله لا يبرح سفر هذه الشريعه من فمك بل تلهك فيه نهارا وليلا. علشان يكون قائد عادل وقائد حياته مثل لشعبه وعلشان كمان يكون مش بس بيحكم بيك دستور علشان يكون بيعيش ويتقي بيه الرب اولا بالظبط ما هي دي دي في عدد بتاعه للشعب. ان هو يعيش اولا حياه التقوى مع واحنا ربك. شفنا انه الدول اللي بدات كده حتى في العصر الحديث وسابت الانجيل واتجهت للقوانين الوضعيه والمدنيه دخلت المهم في كشعب يعني. ربنا كشعب ر... كشعب الرب في العهد القديم كان لازم يعمل الخطوه دي م. ده جزء مهم تمام. نيجي لحاجه تانية دليل اخر على على ان هناك نسخ م. في ايام يوشيا الملك طبعا يوشيا جه بعد منسى ومنسى كان ملك شرير جدا م. وعبد الاوثان وقدم ابنه عبر ابنه في النار و... وصنع كل ما هو راجز في عيني الرب لما بيبقى في فترة دايما فيها بعد لشعب ربنا وللقادة عن الرب بتهمل فيها التوراة بتهمل فيها يعني واللي يعلم بالتوراة ممكن حياته تعرض للخطر فلما جيوا شيء بعد كده وحب انه يرمم بيت الرب وكان يوشيا خائف للرب وحب انه يصنع نوع من النهضة الروحية في حياة الشعب أمر إنه إنه بيت الرب ده ينضف ويتجدد ويتم ترميمه وهم بيرمموا كويس وجدوا في الهيكل سفر آآ آآ الشريعه بجانب تابوت عهد الرب شوف يقول ايه فقال حلقيه الكاهن العظيم لشفان الكاتب يبقى كان في كاتب حلقيه كاهن كويس وشفان الكاتب هنا هو الناسخ, الناسخ. م كويس اللي كان بيهتم بالتدقيق بيه في الشريعه م قد وجدت سفر الشريعه في بيت الرب وسلم حلقيه السفر لشفان فقراه واخبر شفان الكاتب الملك قائلا قد اعطاني حلقيه الكاهن سفرا وقرا شفان امام الملك ولما قرأ طبعا الملك اتبكت ومزق ثيابه وجمع الناس وبدا م. يعمل نوع من الرجوع الى كلمه الله فكانت كلمه الرب موجوده م. وكانت موجوده في الهيكل وكانت موجوده في القصور كويس وكانت بتتناقل من جيل الى جيل طبعا لازم نشيل من فكرنا فكرة يمكن احنا في القرن الحديث دايما لما نتكلم عن المخطوطات نفكر في الكتاب بمعنى ايه بمعنى انه انا عندي كتاب وانت عندك كتاب وده غير عنده كتاب وده عنده كتاب كويس المخطوطات لم تكن مجرد متاحة لم تكن متاحة لعامة الشعب امتى امتى الكتاب اصبح متاح لعامه الشعب؟ يدخل كل بيت يعني يدخل كل بيت، مش كمان مش بعد الطباعة. في فترة الطباعة الطباعة كانت غالية جدا. وكان اه يعني بدأت النسخ تتوافر بكثرة والأغنياء يشتروا نسخ لكن يعني يا دوبك آخر احنا بنتكلم على آخر 70 80 سنة 100 سنة بدا الكتاب يبقى متاح اكتر مم. النهارده الكتاب المقدس مش موجود بس في نسخه آه ورقيه موجود على الايفون على الايباد مم. موجود على الانترنت موجود موجود في كل حته يعني يعني فاصبحت مع التكنولوجيا ومع التطور الكتاب المقدس موجود بالترجمات مختلفه مم. وباللغات مختلفه زمان كان الانسان عشان يسمع كلمه ربنا يروح الهيكل عشان يقرا يقرا في الكلمه ويسمع كويس أو يروح المجمع بعد إنشاء المجامع م. المجامع كانت الـ الـ الناس بتجتمع فيها وكان يبقى فيها نسخة من الشريعة زي ما الرب يسوع لما دخل المجمع آه. آه 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 في كفر نحوم ودفع إليه سفر الشريعة فتحوا أراء طب هل خدوا وروح به لا, لا. ده حطه تاني في المجمع طب إيه الهدف؟ الهدف إنه أولاً النسخ كانت غالية جداً 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 ما كانش حد يقدر إنه تو إنه يبقى عنده نسخة يعني يعني ده جزء اساسي، ورق البرد كان غالي جدا، جلود المعز دي غاليه جدا، الكتابه النهارده في يومنا الحاضر اذا رحت الى مجامع يهوديه مش هتلاقي مش هتلاقي النسخه الاساسيه اللي بيقرا منها مثلا الرباي ولا كده مش هتلاقي نسخه ورقيه. ملي. يعني اه ممكن انا يبقى معايا كيهودي مثلا يهودي متعبد انا معايا النص العبري ده ده النص العبري مثلا معايا النص العبري ده بروح بيه المجمع مجمع اليهودي كويس بس. بس لما يجي يقرا من الكتاب مش هيقرا من, من النسخه دي كل مجمع بيحوش ميزانيه خاصه ويبعث لاورشليم وتنسخ نسخة من التوراة بنفس المقاييس القديمة وتكون هي النسخة الاساسية اللي موجودة في المجمع اللي يقرأ فيها للشعب يعني كل مجمع فيه نسخة واحدة بالظبط اساسية اساسية دي غالية دي دي ده ده سبيشال اوردر اه ممكن يكلفك ممكن يكلفك مئات yeah. الالاف من الدولارات حتى حاليا حتى حاليا طب ليه لانه ناس يدوي يدوي انت بتتكلم على واحد قاعد ليل نهار يكتب العهد القديم كله يكتب يكتب التوراه التوراه اللي هي اسفر موسى الخمس الاساسيه التوراه بس اه ده الاهم لانه دي تعتبر التوراه تعتبر الفاونديشن او الاساس م. للايمان اليهودي م. م. كويس فيكتب ف... التوراة طبعا في مجامع أخرى عندها برضو آآ آآ للأنبياء والأنبياء الصغار و... يعني موجودة بس الفكرة الأساسية التوراة ولما يكون عندهم نسخة مثلا من التوراة و... 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 وبقالها فترة طويلة وتهالكت ويبعتوا يجيبوا نسخة جديدة م. ويجمعوا فلوس عشان يجيبوا نسخة جديدة اتفرج على الاحتفال yeah. اللي ممكن يعملوه باستقبالهم للنسخة الجديدة ليها قدسيه ليها قدسيه دي. خاصه عشان و... وتحط جوه غطاء كده معين من القماش ال... ال... الغالي و... 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 ويقرا منها لما يجي يوم السبت وتحط في مكانها آه. كويس ام... على النت النهارده مثلا في في مجامع مثلا من 100 200 من 300 سنه ام... كان عندها نسخ من دي وتهلكت يعني الجامعه اللي انا كنت فيها كان عندنا نسخه عمرها حوالي 600 سنه yeah. آه. اه فالنسخه دي من التوراه آه ممكن النهارده حتى تشتري جزء منها mm. يعني ممكن تشتري صفحه هي صفحات متخيطه ببعض ممكن تشتري مثلا صفحه آه بتعدي اكثر من 1000 2000 3000 حسب حسب زمن المخطوطه وحسب النص وحسب كمان ال الحاله بتاعتها اه كويس؟ ااا آه ف... فالنسخ موجوده مم. موجوده و... و... وكانت تكتب كانت تنسخ ولحد النهارده بتنسخ زي النهارده لحد آه. النهارده مم. بتنسخ لحد النهارده هذه المدرسه موجوده والخط بتاعها معروف لكن يعني لكن كل يهودي حتى في ايامنا دي معاه كتاب معاه العهد المطبوع العهد القديم اه العهد القديم اه, آه. آه. سواء على الفون برضو آه. على آه. كده موجود معاه لكن النسخة التي تقرأ في المجمع آه، نسخة لابد أنها تكون مختلفة. مكتوبة يدوية ومكتوبة بنفس المواصفات اللي كانت أيام المسيح وقبل أيام المسيح تمام. إحنا كده غطينا جزء كبير جدا أنه آه، إزاي التوراة كانت بتتناقل بتتناقل أنه بتعمل نسخة للملك بتعمل من نسخة للهيكل آه. للآخر طب هتقول بقى سؤال آخر طب بالنسبة لأقوال الأنبياء آه. كانوا بيعملوا فيها ازاي؟ اقوال الانبياء بيقول لنا الكتاب المقدس مثلا زي اشعياء اشعياء كان عنده تلاميذ كان عندهم عنده مدرسه اسمها مدرسه الانبياء. ايوه التلاميذ دول كانوا يكتبوا وراء اشعياء. مم. كل نبوه كانت تقال، كل ما يعلم بيها اشعياء كانوا تدون عشان كده يقول لنا اشعياء في 8 وعدد 16 سر الشهاده اختم الشريعه بتلاميذي بمعنى انه التلاميذ كانوا بدورهم بيسجلوا المحفوظ دون مم. اللي بيقولوا يحفظوه هما انفسهم. ودي على فكرة كانت من أشهر المدارس حتى في الفلسفات القديمة التلميذ الجيد لفيلسوف من الفلاسفة أو لمعلم من المعلمين سواء في اليونان أو في غيرها كان يحفظ كل كلمة يقولها المعلم ويسجلها كويس yeah. نيجي مثلا لأرمية أرمية كان عنده باروخ الكاتب mm. ويقول الكتاب كده خذ لنفسك حتى لما الملك الشرير يقيم حرق السفر ورماه في النار في الاتون ودمره الرب قال له ايه ما تخافش كويس خذ لنفسك درج سفر واكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به على اسرائيل وعلى يهوذا وعلى كل الشعوب من اليوم الذي كلمتك فيه يبقى كان امر الهي انه يعمل ايه؟ ياخذ سفر ويعمل ايه؟ ويكتب يكتب فيه. طيب يبقى احنا قلنا ان فترة ما قبل السبي كان فيها ايه كان فيها النص الكتابي آه. ما نقدرش ابدا ننكر وجود النص الكتابي قبل فترة السبي النص ما كان موجود نيجي لفترة اخرى بقى اللي هي فترة السبي ما بعد و... السبي بالضبط فترة ما بعد السبي وحتى سنة 200 هل عزرة ودي مدرسة النهارده موجودة آه آه بالاخص آه عند اللاهوتيين المتحررين آه آه هل هل النص الكتابي اللي موجود ده, ده التوراة الدوراة ال... بيقولوا إن... بيقولوا ان التوراة دمرت لما دمر الهيكل فجي عزرا وعمل اخترع ها آه؟ وكان فيه مصادر موجودة شوية كتابات هنا وهنا اللي هي الأربع مصادر يعني وجمع عزرا الأربع مصادر وكتب التوراة من دماغه م. كويس ولانه كتبها من دماغه فيها عشان كده بنجد فيها تناقضات الى اخره. نشوف الفيديو, شوف الفيديو اللي الفيديو ونرجع لنا كده وبعدين نعلق على الجزء. اذا من الذي اعاد الكتابه؟ عزرا. عزرا الكاهن. عزرا عندما اعاد الكتابه اجتمع بنو اسرائيل ليجدوا السفر الذي كتبه عزرا بعد ان فقدوا كلمه الله منذ زمن طويل. فعندما قدم لهم عزرا كتابته جلسوا يبكون اصابهم حاله من البكاء بسبب الفرح لانهم وجدوا كلمه الله نقرا سفر نحميه ماذا يقول يقول بان الناس كانوا يبكون وان اللاويين المفهمون للشعب قالوا لجميع الشعب هذا اليوم مقدس للرب الهكم لا تنوحوا ولا تبكوا لأن جميع الشعب بكوا حين سمعوا كلام الشريعة، هذا بكاء من الفرح أم من الحزن؟ طيب ما الذي يدعو للفرح؟ أنهم سمعوا كلام سفر الشريعة الذي فقدوه منذ قرون عدة، وكان اللاويون يسكتون كل الشعب قائلين: اسكتوا لأن اليوم مقدس فلا تحزنوا، افرحوا هذا يوم مقدس، ثم في اليوم الثاني اجتمع رؤساء آباء جميع الشعب والكهنه واللاويون الى عزر الكاتب ليفهمهم كلام الشريعه يعني اول يوم جمع الناس كلهم وثاني يوم جمع العلماء والفقهاء ليعلمهم الشيء الذي كتبه ليعلمهم الشيء الذي كتبه يبقى ليه بيوبكو عزر ليه كانوا بيبكوا يبقى عزر عمل ايه عزر كتب الشريعة ولأنه كتب الشريعة فجمع كمان العلماء علشان يفهمهم ما قد كتب هم طبعا بيبكوا لأنه بيفتكروا الخطايا أنه موجودين في السبي بسبب الخطايا أعمالهم آه وأنه ذهابهم للسبي كان بسبب أنه الرب قال زمان في الشريعة إن أخطأتم إليها فكان الشعب بيبكي فهل قام عزراء بقى بنسخ الشريعة أم بتأليف الشريعة وكتابتها يعني هل كان عنده حاجة ونسخ منها ولا عزراء قام بالتأليف وهو اللي عايز يقوله هنا أنه عزراء ألف الشريعة ما نسخش الشريعة وده كلام غلط ليه؟ لأنه النص الكتابي موجود قبل عزراء وما ضاعش بمئات السنين زي ما هو بيقول ده أكبر دليل على حفظ النص المقدس أنه أرمية اللي كان أه حضر السبي، أرميا حضر السبي، حضر خراب أورشليم وكان موجود في مدينة أورشليم ودانيال اللي كان موجود في السبي في بابل دانيال سمع عن النبوة اللي قالها أرميا في أصحاح خمسة وعشرين انه الرب بيقول ان انتوا هتروحوا السبي لمده سبعين سنه وهيرجعكم من السبي بعد سبعين سنه وقال كما قال الرب على لسان ارميا النبي يعني الاتنين معاصرين لبعض والاتنين حافظين النص الكتابي أيوه. حتى لارميا المعاصر فبالتالي النص الكتابي موجود لكن هو لانه عايز يوهم المشاهد انه لا ده عزرا هو اللي م. كتب سفر الشريعه ولما كتب سفر الشريعه كتبها من مصادر نسمع الفيديو الثاني الثالث آه نظريه المصادر ونشوف. طيب الكاتب عندما يكتب صاحب اي كتاب يحتاج الى مراجع ما هي المراجع التي رجع اليها عزرا باختصار هناك نظريه يجمع عليها العلماء الان وبخاصه العلماء الكاثوليك الذين انجزوا لنا الرهبانيه اليسوعيه هذه النظرية اسمها نظرية المصادر الأربعة، يعني أن عزرا عندما كتب كان بين يديه أربعة مصادر فجمع من هذه المصادر المتناثرة وركبها مع بعضها من غير تنسيق ولذلك العلماء يقولون هذا هو السبب التناقضات التي تجدها في الكتاب المقدس. انه يجمع مصادر مختلفه ويضعها بجوار بعضها من غير ان ينقحها من غير ان ينسق بينها، لذلك احيانا تجد التناقض بين اول الصفحه واخرها، ليش؟ هذه الجزئيه اخذها من هذا المصدر، والجزئيه الثانيه اخذها من المصدر الثاني. طبعا نظريه المصادر معروفه م. واي حد بيدرس عهد قديم لازم يتعرض الى نظريه المصادر وانا في كتاب في البدء اللي هو كتاب سفر التكوين آه يمكن اول خمسين صفحه بناقش آه نظريه المصادر و... و... و وبقول انه نظرية دي ليست نظريه كتابيه م. الى اخره، لكن نيجي لعذره لما لما عذره هنا هو كاتب معنى ايه كاتب؟ يعني ناسخ مش مؤلف كويس وعذره كاهن وهو طبعا هو بيقلل بعد كده من قيمه الكاهن انه الكاهن اقل من النبي الى اخر م. حاجه مش هندخل في المواضيع دي عذرا بن سرايا بن عزرا بن حلاقيه بن شالوم بن صادوق بن اخي طوب بن اماريا بن عزرا بن مريوس بن زراحيه بن عزي بن بقى بن ابي شوع بن فنحاس بن العازر بن هارون يعني هو بيرجع اصله لمين؟ لهارون هارون. الكاهن الراس عذر هذا صعد من بابل وهو كاتب ماهر في شريعة موسى التي أعطاها الرب إله إسرائيل لما الشعب كان في السبي والهيكل متدمر الطريقة الوحيدة كانت للعبادة هي أنه يرجع له النص الكتابي ويقروه ما أنا مم. مش هقدر أقدم ذبايح كويس فإزاي أعبد إزاي أعبد ربنا وأنا مش قادر أقدم ذبايح فبدأت من هنا اللي هي بنسميها إيه المجامع اليهودية نشأة المجامع اليهودية أه؟ يعني قبل السبي ما نقدرش نقرا عن مجمع يهودي. م. يعني لكن نشأة المجامع اليهودية بعد السبي. بدأت بعد السبي ليه؟ لأنه كان مكان للعبادة من خلال دراسة الشريعة آه. وعشان كده بدأت مجموعة اللي هي مجموعة الكتبة م. دي تظهر بعد السبي ومجموعة أيضا الفرسين برضو دي تظهر بعد السبي المجموعات المتشددة للشريعة م. وللنص الكتابي. كويس؟ لما أجي بقى هنا الكتبة هم فئة متخصصة جدا علماء في حفظ النصوص الكتابية ونسخها كلمة سفير هنا اللي هي كاتب تعني إحصاء واحد بيعد مم. كويس أو تعني أيضا سفر آه أنا مش هتكلم عن المجموعات الثانية أنا عايز أدخل إلى جزء مهم جدا آه معلش هدخل فيه وهو الجزء الخاص ب... اه المازوريتيك او النص المازوري اه 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 لا اه هنكلم عن الجزء دون كويس اللي هو المازوريين المازوريين مين هم فخلونا خلونا ناخد فيديو بيتكلم عن الـ الـ النص المازوري وبعدين نعلق عليه مع بعض تمام المفاجاه ان اقدم مخطوط عبري كتب بلغه المؤلف، اللغة العبرية هي لغة الكتاب في عهده القديم. أقدم مخطوط عبري كتب بعد موسى عليه الصلاة والسلام عارفين بكم؟ ب 2300 سنة. بين المؤلف الأصلي وأقدم مخطوط 2300 سنة. أقدم مخطوط عبري هو المخطوط العبري المسوري المسمى بمخطوطه حلب كتبت في القرن التاسع الميلادي يعني بعد الاسلام اقدم مخطوط عبري بلغه المؤلف كتب بعد الاسلام الاسلام كان سنه 600 ميلادي وموسى كان سنه كم 1400 قبل الميلاد وبعد الاسلام بقرنين حتى كتبت اقدم مخطوطه عبريه وطبعا لا يعرف من الكاتب ايش رايكم 2400 سنه هل تقبل هذه المخطوطات هل هي مخطوطات موثوقه طبعا الكلام ده كلام غير علمي نهائي لانه المخطوطه المازوريه تعتبر اه هي مخطوطه اساسيه في النص العبري النص العبري ماخوذ من المخطوطه المازوريه يعني ايه المازوريه هم مازوريه اللي هي زي المازوره اه كويس أوه. المدققين جدا كانوا مجموعه من العلماء المازوريين خليني اقول لك هم علماء م. في النص الكتابي هم اخترعوا كمان الحروف المتحركه لان النص العبري الحرف العبري حرف ساكن بمعنى ايه بمعنى انه الضمه والفتحه والشده والحاجات دي كلها مش موجوده يعني في الـ في الـ حتى في العربي يعني م. التنقيط والحاجات دي ما كانش موجود م. فالعلماء دول اخترعوا ازاي آه ال ال النص ازاي النص ينطق ازاي آه. يقرا م. كويس لانه انا لو اديتك نص النهارده حتى لو نص عربي مش عليه مثلا آه فتحه وضمه وشده وكسره وتشكيل وكده آه انت حتى يعني آه ممكن تقرأ <applause> تشكيل غلط يعني يعني أنا لا أنسى مرة في مرة واحد جه قال لي أسيس أشرف أنا عندي نص ومحيرني بتكلم بجد أنا مش بب... فبقول إيه؟ قال لي في آية في الكتاب المقدس بتقول ليرج الرب إسرائيل. قلت له أنا أول مرة ما أسمعها أنا ما سمعتهاش قبل كده. طب ورهاني فطلعها لي من سفر المزامير اسمها ليرجو الرب إسرائيل بس هو أراه ليرج الرب إسرائيل. فالتشكيل التشكيل 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 مهم وداك حتة تاني المازوريين كانوا علماء هم اللي حطوا أدوات التشكيل وشوف الفرق ما بين النص ده النص ده من نص قمران اللي هو نتكلم عنه بالتفصيل والنص ده هو النص المازوري كويس ازاي هنا أدوات التشكيل الحروف والنقط دي كلها والحاجات المحطوط دي كلها في النص الغامق ده كويس دي كلها بتساعدك على القراية عشان كده حتى لما نقرأ في النص دون اللي هو فيه تشكيل لما اجي اقرا في النص اللي فيه تشكيل ممكن اجي كلمه معينه يحط لي جنبها يقول لي مثلا قريت بمعنى ايه تقرا لكن ممكن يحط تحتها جم او على جم على حاشيه ممكن يقول لي كتاب بمعنى تكتب يعني تقرا كده وتكتب كده آه. يعرفني وأنا ماشي إنه الكلمة دي تكتب كده وتقرأ كده تمام آه ف... ف... لكنهم لم يخترعوا النص هم نقلوا النص وحطوا فيه أدوات التشكيل فلما النهاردة بنعتمد على الفاينل بنرجع إلى, إلى المخطوطات الموجودة دي لكن قبل كده موجودة عندي السبعينية بترجع إلى القرن الثالث قبل الميلاد وهي ترجمة للنص العهد القديم إلى اللغة اليونانية موجود عندي الترجمة اللاتينية للنص الكتابي موجود عندي الترجمة القبطية للنص الكتابي موجود عندي الترجمة اليونانية للنص الكتابي موجود عندي الترجمات الحبشية مكتوب عندي السوريانية موجود عندي ترجمات قبل النص دون بكتير موجودة من القرن الثالث قبل الميلاد الى الى القرن الرابع والخامس ميلاديا موجوده كل هذه المخطوطات كويس لكن هو لانه الـ الـ يعني عايز يدي وهم انه النص المازوري هو بعد ما حرفوا كل حاجه عملوا نص نهائي ده طبعا مش صح نيجي لحاجه اخرى عايز اتكلم عنها في الحلقه دي وانا عارف ان الوقت مش مساعدنا كثير لكن اتكلم عن مخطوطات قمران كويس مم. لانه ان كان النص المازوري بيعود الى القرن التاسع ميلاديا فهنتكلم على مخطوطات قمران آه آه نأخذ بداية, بدايه من مخطوطات قمران كويس آه خلينا احط سلايدس هنا علشان يبقى ايه واضح قدام مخطوطات قمران عندنا النص العبري بيرجع الى المخطوطات المازوريه اللي بترجع الى القرن التاسع الميلادي كويس كفاينل نسخه كامله منها لكن اكتشف ايضا مخطوطات بتعود الى القرن الثالث والثاني قبل الميلاد وطبعا احنا ممكن يبقى عندنا مشكله كبيره لو المخطوطه اللي هي في القرن التاسع فيها تناقض واختلاف عن المخطوطه اللي بتعود إلى القرن الثالث والثاني قبل الميلاد يبقى أكيد في إيه؟ تغيير حصل م. طيب خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده عن و... مخطوطات قمران آه على مخطوطات قمران م. ونعلق عليه طيب احنا قلنا أقدم نص عبري بلغة المؤلف كتب بعد المؤلف بكم سنة؟ 2300 سنة بعد الإسلام قريبا اكتشفت مخطوطات اسمها مخطوطات وادي قمران فلربما واحد يقول يا جماعة أنتم تتحدثون عن أقدم مخطوط يوناني يعود إلى سنة 900 لا أقدم مخطوط عبري يعود إلى 900 ميلادي لكن الآن اكتشفت مخطوطات قمران اكتشفت عام 1947 في منطقة البحر الميت هذه مخطوطات كتبت في القرن الثاني قبل الميلاد يعني بعد المؤلف بكم سنة كم سنة يا اخوان؟ إذا المؤلف سنة 1400، موسى سنة 1400 قبل الميلاد. والمخطوطات سنة 200 قبل الميلاد، كم بينهما؟ بينهم 1200 سنة. هل هو فارق بسيط أم هائل؟ لا ليس كبير أخي. كبير غير كافية. كبير غير كافية. لو عندنا الآن عندنا حديث سقط فيه راوي واحد. يا أخي ما يصير نقول عنه منقطع. يصير نقول عنه منقطع؟ لا، يقول لك هذا معضل. ما ينفع حتى يعني حتى منقطع غير كافية معضل إذا سقط فيه ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة يعني هذا ما عاد حديث أصلاً ما عاد تعتبر رواية ما عاد يطلق عليها رواية فلذلك هائل استخدم كلمة هائل حتى تستخدم الكلمة الصحيحة طيب مخطوطات قمران اكتشفت قبل خمسين سنة تقريبا في عام وأربعين وتم التكتم عليها منذ ذلك التاريخ عندما كانت المخطوطات محفوظة في بيت المقدس وبيد علماء كلهم غير مسلمين علماء في اللغات القديمة لما وقع بيت المقدس تحت سيطرة اليهود اليهود أيضا سيطروا على هذه المخطوطات وأضافوا علماء من عندهم وطبعا ليس فيهم عالم واحد مسلم وبدأت الصحافة تتحدث لماذا لا تظهرون هذه المخطوطات لأنها فيها معلومات تناقض الإيمان الذي تعتقدونه. قبل ثلاث سنوات أعلنوا بأن هذه المخطوطات ونشروها على الملأ وترجمت إلى عدد من اللغات ومن بينها العربية. هذه المخطوطات فيها عن طائفة الأسنيين طائفة كانت تعيش في منطقة قمران فيها أسفار كثيرة. غير معترف بها اليوم. كثير من الاسفار كانت تعتبرها طائفه الاسنيين تعتبرها اسفارا مقدسه فتحتفظ باسفارها، الان صارت هذه الاسفار غير مقدسه. طيب ماذا عن الاسفار التي كان الاسنيون يعتبرونها مقدسه وهي اليوم مقدسه؟ ايضا هناك فروق كبيره وكبيره جدا بين النصوص العبريه القمرانيه والخطو... والنصوص العبرية المسورية إذا مخطوطات قمران لا علاقة لها في الكتاب المقدس الموجود لم تؤثر فيه أصلا يعني هذه النسخ جميعا لم تتأثر بالمخطوطات العبرية القمرانية ولم تطابق عليها لذلك هذه المخطوطات زادت الأمر ربكة وحيرة ولم تحل لنا أي مشكلة طبعا كلام كله آه يعني الـ الـ غير علمي غير دقيق اقل ما يوصف انه ما اعرفش جاب المعلومات دي منين يعني فهو بيقول انه مخطوطات قمران اكتشفت سنه 47 وبعدين تم التكتم عليها لمده 50 سنه تم التكتم عليها عشان فيها اخطاء كثيره طبعا ومعظم العلماء اللي اشتغلوا فيها علماء غير مسلمين وفيها معلومات تناقض الايمان المسيحي وليس لها علاقه بالعهد القديم. م. كويس؟ انا هجيب فيديو صغير الاول لواحد من العلماء العرب م. اللي متخصصين في مخطوطات قمران. وهيقول لنا هل تم التكتم عليها ولا ما تمش التكتم عليها لانه لو قلت انا يمكن هو ما يصدقني ده فيديو يرد عليه فيديو يعني. جزء كده ونيجي نكمل بعد كده على آه. موضوع آه الاهميه الدينيه المخطوطات اكتشفت في في وقت ما ما بين عام 1946 و 1947 على يد مجموعه من سكان تلك المنطقه على الطرف الغربي للبحر الميت، هذا البحر الميت وهذا في هذه المنطقه توجد كهوف قمران كما ساريكم اياها بعد قليل. في هذه المنطقه 46 47 سيكتشف بعض رعيان التعامره المخطوطات. في اعوام 46 47 اعوام مضطربه في فلسطين لذا لن يعلن عن هذا الاكتشاف اول الامر من جهه ومن جهه اخرى يعني بسبب اضطراب الاوضاع من جهه اخرى بسبب ان التعامره في البدايه اول الامر لن يعرفوا اهميه النصوص سيحاولون بيعها المساله ستستغرق وقتا حتى عام 1948. المخطوطات الأربعة الأولى التي اشتراها الإسرائيليون التي اشتراها الآسف الثلاثة التي اشتراها سكونيك نشرت بعد ذلك بوقت قصير جدا تلتها الأربع مخطوطات الأخرى التي اشتراها أورلينسكي من المطران فمخطوطات السبع الأولى التي وقعت في يد الإسرائيليين نشروها خلال الخمسينات الآن كما قلت المخطوطات مجموع المخطوطات توالى يعني في الازدياد كانت المشكله الاولى هذه مثلا فك مخطوطه حبقوق كانت المشكله الاولى في هذا الكهف الكهف الرابع في طبعا اكتشفت بالاضافه للمخطوطات الاولى اكتشفت مخطوطات في 11 كهفا وشكل فريق دولي لانه لا يوجد اردنيون، دائرة الاثار العامة شكلت فريقا دوليا من ثمانية اشخاص لنشر المخطوطات. طيب الدكتور ده آه جزء من الفيديو اه للي حابب يرجع اكتر يسمع عمر الغول وهو طبعا متخصص في المخطوطات آه وهو استاذ بجامعة اليرموك آه فبيدي محاضرة عن مخطوطاتكم هو بيقول لك طبعا ان سبع مخطوطات الاولانيين اتنشروا على طول لكن المشكلة الكبيرة كانت في الكهف الرابع الكهف الرابع ده كانت المخطوطة برا الجار أو برا الفخار ومع الزمن والوقت دابت واتفتتت بيت في الأرض فالكهف فيه أكتر من 14 إلى 15 قطعة 15000 ألف قطعة متناسرة من المخطوطات طبعا المعلومات دي كلها موجوده ومتاحه النهارده في عندنا دار الاثار الاسرائيليه عملنا صفحه كامله لمخطوطات البحر الميت ولو انا رحت عند مثلا قمران دوست عليها الجزء دون هلاقي مثلا كهف أربعة قمران كيف 4 هوريكم بس الصور بتاعه الاجزاء المقطعه يعني طبعا بيحاولوا يجمعوها على طريقه النوع الجلد الدي ان إيه بتاع كل حيوان استخدم لون الحبر لون الورق طريقه الكتابه كل الحاجات دي ده الحاجات دي بتاخد بتاخد مش سنه ولا اتنين بتاخد عشرات السنين عشان تقدر تجمع مخطوطات زي كده لكن الميزه في مخطوطات قمران انه عندنا مخطوطات قمران دي كلها عندنا كل العهد القديم فيما عدا سفر استير ايش معنى استير ما يعني مش موجود آه كل أسفار العهد القديم ليها مخطوطات كويس من مخطوطات قمران السفر الوحيد اللي مش موجود في الاجزاء بتاعه مخطوطات قمران هو سفر استير م. الحاجه الثانيه انه معظم الاختلافات التشابه ما بين النص القمراني والنص بتاع المازوري اللي هو الفرق ما بينه حوالي 1200 سنه التشابه يعدي 5 او 96 و90% من نفس النص النص زي ما هو ولا توجد اي عقيده متاثره باي تغيير معظم التغييرات هي تغييرات هجائيه هجائيه تغيير هجائي في كتابه حرف او في كتابه كلمه كويس لكن لا تؤثر عن قريب او عن بعيد بالعقيده وبالايمان آه الـ الـ سواء العهد القديم كله اللي بيتكلم عنه النص الكتاب وعشان كده قدمت مخطوطات قمران اروع اكتشاف يعتبر في تاريخ الحديث للكتاب المقدس هو مخطوطات قمران لانها اكدت لي انه مخطوطات المازوريه هي نسخة أصلية كانت موجودة أيضا قبل المسيح ب 200 300 سنة ولم يحدث تغيير في النص الكتابي نهائيا والتغييرات هي أشياء في الكتابة ممكن يغلط فيها أي كاتب أو أي ناسخ حاجات بسيطة جدا لا تؤثر على النص. والجوهر كما هو. الجوهر كما هو. يعني ده 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 في عجاله ده في عجاله يعني طبعا طبعا انا عارف ان احنا بنحط في وقت قليل قوي معلومات كثيره قوي وفي حوالين موضوع كبير قوي لكن توعدنا دكتور هنكمل. اشرف ان احنا نكمل تاني في, آه. في الحلقه الجايه ان شاء الله نكمل في بعض مخطوطات العهد الجديد آه. ونتكلم عنها ونتعرض ايضا الموضوع. يعني التفصيل. الحلقه الجايه هتوعدنا بالعهد الجديد باذن الله نظرة حلوة كده برضو امين. امين، فاشكرك يا دكتور اشرف أمين. على أمين. وقتك أمين. وعلى أمين. معلومات الرب اللي بيديها لك لتنير عقولنا وتنير حياتنا. انا يعني عارف انه الحاجات اللي فيها ارقام وفيها تواريخ ما بندورش فيها كتير، احنا بنفتح الكلمة ومصدقينها وعايزين ناخد الوجبة وخلاص كده ربنا كلمني والآية وده فعلا المطلوب، لكن كتير بنسأل كثير بنسال فيجب ان نكون جاهزين لمجاوبه كل من يسالنا عن سبب الرجاء الذي فينا ولكم مني كل الشكر صلوا من اجلنا رب أمين. معكم